صعب شوية. نكمل مع بعض القوائم المالية. هناخد تاني قائمة، القائمة رقم 2 اللي هنعملها اللي هي قائمة الـ Owners Equity Statement. فهنكتب هنا Owners Equity Statement. الـ Owners Equity Statement برضو بتبقى for the month، لمدة for the month month of اكتوبر. القائمة دي بقى بتبتدي بالانفستمنت، بتبتدي باستثمارك اول الفترة. انت كان معاك كام اول الفترة، وايه اللي حصل التغيرات علشان يحصل، عشان يوصل الرصيد لاخر الفترة. فهنا بنبتدي بيها كده investment by owner او beginning balance. beginning balance، وبعد كده بنضيف عليه plus investment by owner بعد كده بنشوف withdrawal المسحوبية اللي خدها ال owner withdrawal، برضو ممكن اكتبها باي اونر لو انت عايز، يعني مش هتفرق. بيدينا بعد كده النت انكم. النت انكم ده يخص الاونر، او نت بروفيت. نت انكم او لوسز، يعني اللوسز بتطرح، عشان كده عملتها بين قوسين. طيب وهناخد دي كده بالشكل ده. بيجينينج بالانس كان عندي زيرو بالانس، لسه شركة فاتحة جديد. الراجل استثمر، ممكن نسيب سطر برضو عشان يبقى شكلها شكل حلو، نسيب سطر نسيب كولوم. يعني الانفستمنت باي اونر هنجيبه منين؟ من الترايل بالانس. ادي الترايل بالانس، هنروح نسمعه من هنا 10,000 انفستمنت باي اونر. طب الويذدرول باي اونر بالماينس، خلي بالك دايما بيكون بالماينس. ليه؟ لانه عكس طبيعته. فاكرين لما قلنا الويذدرول جاي ديبت، هو طبيعته كريدت، فهي عكس طبيعته. والنت انكم بيجي من القايمة اللي قبليها على طول. يديني هنا ال ending balance. ending balance ال ending balance هيبقى عبارة عن مجموع الحاجات دي كلها. ممكن نعملها submission الشكل ده خلاص، ونحط بس هنا دايما لازم ما تنساش الكومة عشان الشكل الجمالي مش اكتر. خلاص احنا كده عملنا كده. ممكن لو انت عايز تحاول تخلي دي، احيانا بتنفع احيانا ما بتنفعش. لو انت عايز تخليها number، عايز تجيب لها كاستوم حاجة كده، تكون ما بين between two bracket، يعني للأسف مفيش. نقدر نجيبها من أي شيت اكسل يكون فيه الموضوع ده ونعملها، مش وقته يعني، مش هتفرق قوي. خلينا عشان بس هي بالماينس هنا، فخليها زي ما هي كده. فأنا كده عنده الإندنج بالانس بتاعه بالشكل ده. نفس الكلام هنبدأ نعمله للجزء ده. ممكن ناخد هنا نفس الفورمات، ادي الـ ending balance. ناخد الفورمات ده كمان نحطه هنا بحيث انه يبقى يدي شكل بس مش اكتر. ونكتب هنا في اكتوبر 2022. وطبعا نجيب المقارن بتاعنا زي نفس الكلام بالظبط. نقوم هنا مزودين two column عشان نجيب المقارن. نقول هنا اكتوبر 2021 وكل صفار طبعا، لان ما كانش فيه اصلا اي مقارنة من السنة اللي فاتت. وناخد نفس الكوبي وبيست، مش هتفرق معانا أي حاجة. ونصغر ديت بالشكل ده، ونصغر دي كمان بالشكل ده، ونخلي دي كمان بالكده. خلاص يبقى أنا كده عملت، يبقى أنا كده قدرت أقول إن الراجل ده كان بادئ السنة بتاعته بشكل معين واختلفت. كان معايا رصيد 10,000، كان بادئ بصفر، بقى معايا 12,360. هنعمل بس هنا كمان الميرج ده عشان يبقى شكلها مقبول، ونعمل ميرج. خد بالك ان هنا شوف مش متساويين مع بعض، فممكن برضو نخليها كده عشان لو حبينا نطبعها في صفحة واحدة كلهم مع بعض. نعمل انسيرت وداون، نزلناها داون. حابب مثلا تحط خط تحت البتاع ده، برضو هيبقى شكله احسن لو حطينا خط كده تحت التاريخ. نفس الكلام ناخد الفورمات بقى على طول. الفورمات ده هو ده، وبعدين نعمل سيف. لو انا كده حبيت اطبع القائمة دي، ممكن برضو اخليها بولد واخليها كبيرة سيكا، حاجة بسيطة كده.
يبقى انا كده لو انا حبيت اطبع القائمتين مع بعض اقدر اقوم مصغر دي شوية كده واطبع القائمتين مع بعض لو انا حابب، يعني اقوم جاي كده واعمل برضو نفس الكلام بيج لاي اوت، واعمل هنا بالشكل سيت برنت اريا، واعمل كنترول بي هيجيب لي الشكل بتاعي. طبعا هو هنا من اوتو فيت عايزين نخليها فيت تو ون، بس طبعا لازم نخليها لاندسكيب عشان يبقى شكلها حلو، ونخليها كمان في النص، هي كده جاية في النص، هيجي هتفتح معاك فجابت معاك هي القائمة الأولانية والقائمة التانية اندنج بالانس. يبقى انت كرصيد كراجل صاحب الشغل، بص خلي بالك هنا في مشكلة فممكن نروح نظبطها، بص هنا في مشكلة، بص عشان السطر ده احنا كنا مصغرينه هنا فممكن نرجعه زي ما كان عادي ومش مشكلة، نجرب بقى كده تاني شوف الشكل بقى عامل، الشكل بقى عادي بقى طبيعي. فدي كده القائمة رقم اتنين. طب نعمل القائمة رقم تلاتة على طول، نعمل القائمة رقم تلاتة على طول. القائمة التالتة هنعمل البالانس شيت، فهنقول البالانس شيت أو الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، البالانس شيت ات، لازم هنا بقى ات مش فور ذا مانث، لا هنا ات اكتوبر ات 31 اوف اكتوبر، خلاص بقى ما عادش بقى الكلام ده ينفع، لازم اكتب ات 31 اوف اكتوبر. الميزانية دي من اهم القوائم، عشان كده حتى هي بيسموها الميزانية، يعني دايما القوائم المالية كلها بيسموها ميزانية لان هي بتشتمل على جميع الارقام اللي في بقية القوائم كلها، لسه قائمة الكاش فلو هنعملها. بس هنا لما نيجي نقول مثلا البالانس شيت هنقوم قايلين هنا بنقول الاسيتس، وبعد كده بنقول نحط الاسيتس مثلا بنعملها بولد، بنخليها تحتها سطر كده برضو الكلام، بعد كده نقول مثلا current assets، current assets او non current عفوا assets، يعني نخليها non current احسن الاول، non current assets، وبرضو نفس الكلام نعملها كده تحتها سطر تبقى معروف ان هي ده تبويب، ما هوش حاجة يعني بتتكتب. بعد كده بنقول بقى الاكويبمنت، اكويبمنت عايز انت مثلا تطولها تكبرها تعرض فيها اكتر، ممكن تعمل اكيوميليت ديبريشيشن براحتك، ممكن تحطها بالصافي او تحطها اكيوميليت ديبريشيشن، اكيوميليت ديبريشيشن للاكويبمنت، اكويبمنت هي طبعا عشان هي سطر واحد وخلاص فمش هتفرق قوي يعني. طيب بعد كده هنا total non current asset، طيب هنا برضو total non current asset لازم اعملها bold ولازم اديها شكل مختلف كده، يعني حاجة خلي بالكوا يا جماعة دي حاجة مختلفة، احط هنا برضو في فوق كده اعمل هنا اكتوبر، ناخدهم بقى كوبي وبيست وخلاص، يعني خلاص احنا عملناهم كذا مرة هناخدهم كوبي بيست، ونصغر المسافة دي ونصغر المسافة دي كمان اللي ما بين الرقمين. طيب هنا طبعا في أول الفترة في 21 كان 0 0، إنما هنا نروح ناخد من الميزان، ناخد ده نروح نشوف الميزان كان فيه ايه، الإكويبمنت أهيت 5000، ونحط هنا ماينس الـ40، خلي بالك الميزان ما بيظهرش فيه ماينس خالص عشان تبقى عارف، بس يعني الميزان الطبيعي إنه ماشي. خلي بالك الميزان ما بيظهرش فيه ماينس خالص، فاحنا هناخد الـ40 ديت اهي باخدها هنا بماينس، لكن الميزان نفسه ما بيظهرش فيه ماينس، كل يا مدين يا داين، الا بقى لو حساب جه عكس طبيعته يعني، يعني ما علينا دلوقتي مش مشكله. هناخد بعد كده التوتال، ممكن ناخدها بسمشن، افضل حاجه سمشن، احنا كده جمعناهم وناخد سمشن نفس الكلام هنا. طيب عايزين ناخد نفس الفورمات ده اهو موجود اهو، وناخده هناك كمان موجود، عايز مثلا اخد اخليهم كلهم بولد، اخليهم كلهم بولد عادي. الارقام انا دايما لازم اقول لك في حط، ما تنساش تحط الكوما لان بتدي شكل كمال جمالي وتخلي الناس تعرف تقرا الرقم، يعني هو كده 4960. طب كده هنعمل بعد كده نخش بقى على الكرنت اسيت، وبرضه نحطها بنفس الشكل ده، نفس الشكل ناخد الفورمات ده نحطه كده، هو خدنا ال current assets، نحط بقى نرص ال current assets، انت حر بقى عايز ترص عايز تكتبهم بشكل
عايز تكتبها كاش، الاربع حاجات دول عايز تاخدهم واحدة واحدة، ممكن ناخدهم كوبي كده نحطهم زي ما هم، عايز تاخدهم يساوي ونحطها يعني انت عايزه. ايه ده جولي بالاصفر، فممكن اعمل كنترول وفي يعني انقلها لي من غير ما تاخد الفورمات بتاعتها، كنترول وفي اللي هي دي، ادي كنترول واخدها لي واحد اتنين تلاته زي ما هي بالظبط. بص اهو كنترول كنترول زد واعمل سيف. خلاص كده لو انا عايز اشيل الفورمات بتاعتها. طيب هي طبعا الفترة الأولانية كان كله صفار، طبعا هياخد بقى هناك أعمل زائد وأروح هناك الترايل بالانس، هياخد الأرقام، هياخد 15200 وأمشي وكوبي بيست. كوبي بيست دي بيقول بياخد نفس الترتيب اللي أنت عامله هناك بالظبط، نفس الكلام مش عايز هنا. طيب هنا بقى لازم نخلي بالنا من التبويب، هو أنا بوبت فوق نان كارنت أسيتس، فما ينفعش أحط هنا الكاش والبتاع والأكونت ريسيفبل، لأ هي بتمشي بعكس الترتيب ده، يعني لازم اخدها دي كده اكس اخليها تحت. هو هتفرق في القوائم المالية بتفرق، الحاجات دي بتفرق لما تيجي تعمل ترتيب، لازم تخلي الكاش اون هاند اخر حاجة تحت، باخدها اكس خلي بالك، كنترول اكس كنترول اكس وكنترول في، وبعدين امسح دي مش عايزها. فانت لازم تخلي تمشيها بالشكل ده، تمشيها اكتر حاجة طالما مشيت بالترتيب اللي هو المور فيكسد، يبقى ده اللي فوق مور فيكسد، اللي تحت اقل فيكس سبلايز اقل فيكسد، ده اقل فيكس ده لحد الكاش اخر حاجة خالص اللي هو ليكويد على طول اللي هو كارنت، يعني هيتحول لسيولة، هو متحول اوريدي لسيولة يعني. وناخد نفس الفورمات ده، هو ناخدها كده كوبي زي ما هي ونحطها بيست زي ما هي، وبعدين نغير بس توتال بدل نون كارنت نشيل نون كلمة نون دي خالص وتوتال كارنت از، وبقت عندي هنا مش 15400 ولا حاجة، وموقف بس عدل المعادلة طولها لحد الآخر عشان تبقى المعادلة كاملة. يبقى أنا كده عملت إيه؟ عملت قائمة مالية. طيب أنا لسه ما كملتش، هنا بعد كده كتبنا فوق أسيتس، طب ما أنا عايز الأسيتس دي بقى يبقى تحتها سطرين عشان بس تبقى إيه باينة كده إن هي إيه مختلفة عن النان كارنت والكارنت. نفس الكلام أقوم جاي عامل إيه؟ أقوم جاي قايل هنا أسيتس في عندك liabilities liabilities and owner's equity owner's equity. اخد نفس الفورمات بتاع الاسيتس احطه تحت، هاخد الفورمات ده كده احطه هنا. طيب اكتب ايه هنا؟ اكتب اول حاجة الـ owner's equity، هو بيجبرك على كده owner's equity. اخد نفس الفورمات بتاع الـ non-current assets احطه في الفورمات بتاع الـ owner's equity. طيب الاونرز ايكوتي فيها ايه؟ اقوم جاي قايل الاونرز ايكوتي عايز انت ممكن على طول بس تاخد رقم واحد هنا يعني، لو انت عايز تاخدها رقم واحد خدها، عايز تاخدها تحطها بكده بالشكل ده انت عايز، انت حر يعني. يعني ممكن تقول هنا كابيتال كابيتال وتحط ويذدرول ويذدرول، ولا الويذدرول بيتقفل بعد كده بس يعني مش هنقفله دلوقتي، سيبه دلوقتي ويذ، هنشيله من هنا خالص، لا نكتب احسن معلش نكتب احسن with drawer، وفي الاخر خالص النت income. انت كده عرضت بزيادة. طب لو انت عايز تحطها رقم واحد حطها رقم واحد، ما انت عامل قائمة افصح بيها لوحدها اهي، بس طبعا في المعيار بيجبرك ان انت تحط بعض التفاصيل في الشركات المساهمة. طيب انا حاطين الكابيتال، هنجيبه من الميزان، الكابيتال معايا هناك في الميزان اهو، نفس الكلام او ممكن بلاش مش من الميزان، انا عندي الكابيتال اهو، انا حطيت كابيتال الراجل انفستمنت اهو، عندي الويذدرول اهي هاخدها زائد برضه لان هي هناك ناقص، والانكم ستيتمنت هاخدها من هنا او من هنا ايا كان الرقم، واقوم عامل هنا نفس الكلام توتال توتال اونرز ايكويتي، وهتلاقي التوتال بالنسبه لي بالشكل ده، اقوم جاي هنا عامله كده خلاص بقى عندي توتال ايكوتي نفس الرقم 12360 نفس 12360. طب انا عايز بقى الشكل ده عشان بس يبقى احنا كده ماشيين بنفس النمط، انا خدت بس الفورمات ما عملتش حاجه تاني. طيب بعد كده هعمل ايه؟ اعمل اللايبيليتي اللايبيليتي. طب اللايبيليتي نفس الوضع، او واخد اللايبيليتي، انا عندي اللايبيليتي هناك اهي مترتبه، اعمل زائد واخدها احسن وخلاص. اللايبيليتي عندي اهي،
اخدها كده كوبي لحد ما اوصل اونرز كابيتال، اشيل الاونرز كابيتال مش عايزها. ما وصلت للسالاريز بيبل خلاص، انا كده خدت اللايبيلتي خلاص. وهنا طبعا اصفار، لان السنه اللي فاتت كانت اصفار، لازم يكون في مقارن لاي سنه بتشتغلها، واقول زائد واروح اجيب الباقي من الترايل بالانس. اهو اول حاجه عندي 5000، وانزل لحد كوبي وانزل كنترول في، واقوم جاي عامل، ما تنساش دايما انك تعمل كوما وتشيل الحاجات دي، لان صح اللي اي حد بيقرا التقرير يعرف يقراه بسهوله. طيب واقول هنا في الاخر توتال لايبيليتي، توتال لايبيليتي، واقوم جاي واخد هنا المجموع، واقوم واخد هنا المجموع الفورمات اللايبيليتي، اخد الاونرز ايكويتي الفورمات بتاعتها اخدها زيها بالظبط اهي، هات اللايبيليتي، واخد الفورمات بتاعة التوتال كارنت اسيتس او توتال اي حاجة منهم اخدها بالشكل ده. هنا انا عايز محطة، هنا ظهر لي اصفار لان ما عملتهاش هنا بالشكل ده الكومة، لا دي بيجيبها لك بالشكل ده برضو. بقى كده انا عندي خلاص، انا كده بقى عندي توتال لايبيليتي، فاضل بقى اخر رقم خالص، توتال لايبيليتي اند اونرز owners equity، لازم كلهم يساوي بعض في الاخر، لازم كلهم يساوي بعض، ادي ال liability وال owners equity، لازم ده بيساوي الرقم ده اللي هو total assets. طب احنا نسينا نعمل total assets صحيح، فلازم نزود هنا كده row، نزود two rows، insert، ونعمل هنا total assets، total assets، ولازم نقوم قايلين ال current assets وال non current assets نجمعهم على بعض. خلي بالك انا بعمل ايه، زائد، اجمع لي بعد اذنك ال total current زائد ال total non current، فاداني الرقم ده، طلع كام؟ نفس الرقم اللي تحت خالص. تعالى بس نظبط دي كده، نخليها واخد نفس الفورمات ده اهو، نخليها واخد نفس الفورمات من هنا، يعني كده بوظت الدنيا. تعالى من سيف تاني، ناخد زائد ده زائد اللي فوق ده، وناخد نفس الفورمات دي اهي، نفس الفورمات نحطه تحت. طيب هنا شكلها ما بقاش حلو، فممكن نخلي دي بقى ايه، سطرين بس، سطرين كده بس فوق بعض، دي سطرين بس برضو، ودي سطرين، لا نعمل اسكيب، ونروح دي كمان سطرين بس فوق بعضها. خلاص اعتقد كده بقت الموضوع، بقى ناخد الفورمات بتاعت دي نحطها هنا، الفورمات دي كده نحطها هنا بالشكل ده، الفورمات دي هنا، وناخد الفورمات بتاعت التوتال اونرز ايكويتي نحطها تحت خالص. يبقى انا كده عملت شكل جمالي، عملت القائمة بتاعتي، هي بتبقى شكلها كده، يعني هي القائمة بتبقى شكلها كده. لو انا حابب مثلا اقل دي صغير، اخليها صغيرة شوية كده، نفس الكلام هنا اخليها صغيرة شوية كده. بقى عندي قائمة، لازم في الاخر اتأكد ان total assets، مش شرط الونها، بس يعني ايه، انا لو انا عشان تبان معاك، لازم التوتال assets ده يساوي التوتال، دي المعادلة المحاسبية، يساوي اللي تحت خالص، total liability وال owners equity. يبقى انا كده قدرت اعمل قائمة البالانس شيت، او جاي هنا بعمل ميرج، واعمل اد ميرج هنا كده برضو، واعمل الاتنين بولد، واكبرهم سيك علشان يبقى شكلهم زي الباقيين. انا كده قدرت اعمل قائمة خلي بالك انا اقدر كل ده اقدر احطه تحت بعض، يعني لو انا عايز احط القائمة دي تحت الانكم ستيتمنت والبالانس شيت تحت الانكم ستيتمنت عادي، كله متاح. اهم حاجه في الاخر ان التوتال بالانس، التوتال اسيتس بيساوي التوتال لايبيليتي. خد بالك انا لو غيرت اي حاجه في الجورنال انتري، بص لو انا عملت اي قيد ايه اللي هيسمع، خلي بالك، خليك فاكر ان النيت انكم كان 2000 وشويه، لو انا زودت هنا كاش، جالي ديبت كاش 5000، ايه اللي حصل؟ اداني فولس هنا، فولس فولس فولس. طب انا عايز ازود الايراد 5000، اهو هنزود الايراد 5000. تعال بص بقى على البالانس شيت، هوبا، بص ظهرت كام؟ بقت 7000، زاد على طول ال 5000 سمعت في الميزان على طول. ليه؟ لان احنا مسمعين الارقام مش بايدينا، مش ارقام رقم، هي سمعت خلاص في كل حاجه، والميزانيه هتلاقيها موزونه، كل حاجه هتلاقيها موزونه،
هنا 26900، 26900. كل 5 آلاف دي سمعت في الميزان، وسمعت هنا وسمعت هنا، انت خلاص ما انتش محتاج ان انت تقعد بقى ايه تقعد تسجل بيدك كل مرة، ده احنا بس بنبني الشيت، بعد كده خلاص انت بترميه من دماغك خالص. المرة الجاية نبدأ نشتغل على الكاش فلو ستيتمنت، هتلاقي برضو حاجة سهلة هنحاول نبسطها على قد ما نقدر، لان هي قايمة ادفانسد شوية، محتاجة حد يكون لسه يعني تشتغل شوية بإيده كتير علشان يقدر يفهمها، بس انا هحاول ابسطها لك على قد ما اقدر، بحيث ان انت تفهم الكاش فلو بتشتغل ازاي.